تمام يا فندم. رقيب اول مقاتل احمد حسني عبد ربه من قوات مكافحه الارهاب في شمال سيناء. كان ليا الشرف اني شاركت في مداهمات كتيره في شمال سيناء واتصبت اكتر من مره. كان نفسي انول شرف الشهاده، لكن الحمد لله ربنا انعم عليا بالاصابه، ويا رب تكون شفيع ليا. في اخر اصابه ليا كنت نازل اجازه جوازي وعرفت ان في مداهمه كبيره ضد عناصر تكفيريه شديده الخطوره في الشيخ زويد، فكان واجبي وحقي بلدي عليا أأجل نزولي لحد ما شارك في المداهمة. وأثناء المداهمة أصبت بعبوة ناسفة سببت لي بتر في الساقين وعجز في الإيد اليمين وشظايا متفرقة في الجسم. زمايلي نقلوني للمستشفى، وفي الوقت ده جات لي خطيبتي وقلت لها كل شيء نصيب إن هي تكمل حياتها لأن علاجها هيطول. ردت عليا وقالت لي شرف ليا ولأي بنت مصرية إن هي تكمل حياتها مع أبطال زيكم. وهي دي الست المصريه الاصيله اللي دايما بتظهر في وقت الشده. وكانت اكبر تعالي اقفي جنبه لو سمحت، تعالي اقفي جنبه. كانت أكبر عوض ليا من ربنا ورزاني بيها وبأولادي. فلو في بطل حقيقي يا فندم في قصتي فهي زوجتي.